حبسونا، كانوا يعطونا في الكونترا تاع شهر، جابوا بينا واحد 4 شهور ولا 5 بالشهر، ومن بعد حبسونا. كي قلنا لهم على حبستونا حاجه على الخدمه مازالت كاينه، كون جات قال الخدمه قضات وهذه، قال اخويا بالعافيه. حنا حبسونا، قال لك حبستونا ومخلين هنايا كما يقول لك ابن عمي، واحد خالو، واحد عمي، واحد نسيبي، واحد مش عارف. وبعد المعاناه اللي عانيناها داخل الانفاق وصعوبه العمل والبرد والغبره خدمنا اكثر من 5 سنوات، من بعد لاحونا برا، قال لك اخويا انتم ما عندكمش خدمه، رغم ان المؤسسه الوطنيه العموميه كوسيدار مازال عندها مشاريع هنا في الولايه داخل الولايه، ولكن احنايا حقرونا وجابوا الناس منا ومن خارج الولايه.